حدثنا عن رحلتك في هذه البلاد، نسأل الله أن تكون رحلة مباركة في ميزان حسناتك، اللهم أمين يا رب العالمين. فليتفضل فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى. طبعا مقصود فضيلة الشيخ بالسؤال هو تعميم النفع ببيان مقدار أهمية التواصل الذي يجب أن يكون قائما بين أهل العلم طلابا وعلماء مشايخ وتلاميذ، وليس مقصوده هو الإشارة عن علي فقط، فهو مثل غيره فيما أظنه في نفسي، وذكرت لكم قول شيخنا رحمه الله وهو من هو: إن البغاة بأرضنا يستنسر. فإذا كان هذا ما يقوله الشيخ فكيف يقول الفريخ؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك أنا أقول عموما وخصوصا، أقول منذ أن بدأت الرحلة في طلب العلم، وكانت أولى رحلاتي في سنة 1400 عفوا أولى رحلاتي كانت سنة 1398 إلى دمشق، وزرت المكتبة الظاهرية، وكانت الرحلة الثانية إلى تركيا وزرت مكتبات تركية سنة 1402، وهكذا تسلسلت في كثير من البلدان. زرت أمريكا قبل 15 سنة، قالوا الدكتور محمد مصطفى الأعظمي موجود في ولاية كذا، وهو محقق صحيح ابن خزيمة وصاحب مؤلفات دراسات الحديث النبوي، فذهبت ويممت وجهي إليه. زرت بريطانيا، قالوا الشيخ صهيب حسن ابن الشيخ عبد الغفار حسن من كبار علماء الحديث ومن زملاء الشيخ الألباني في الجامعة الإسلامية، الأب ليس الابن، ذهبت إليه وزرته. لا أكاد أزور بلاد الحرمين إلا وأحرص جادا أن ألتقي بمن يسر الله تعالى لي اللقاء وبما أراه أنفع لي. زياراتي لبلاد الحرمين منذ سنة 1402، وكنت أحرص كل عام أن أزور الشيخ عمر فلاتة ثم مات، وأن أزور الشيخ حماد الأنصاري ثم مات، وهذا إلى هذه السنة. إلى قبل شهر ذهبت إلى الشيخ العباد، وكل مرة أذهب إليه، لكن قدر الله أني التقيت ولده عبد الرزاق، وقال الشيخ بمناسبة الإجازة سافر إلى نجد. هذه إخواني الحقيقة عادة علمية توسع الأفق وتجلي النفس وتعرف الإنسان بقدر نفسه، لأنك لن تعرف قدر نفسك وأنت منحصر على نفسك وأنت منغلق على نفسك. لن تعرف قدر نفسك إلا إذا رأيت من هو خير منك لتعرف من أنت. أما إذا لم ترى إلا نفسك فلن ترى إلا نفسك. وأنا أذكر جيدا منذ أكثر من 20 سنة في كل زياراتي إلى جدة وأنا أزور الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله، وهو من علماء مصر ومن زملاء الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، وزرناه مع شيخنا مرة وكان كريما، إذا جئناه ملأ لنا المائدة من كل ما لذ وطاب، وأتى بالذكريات العلمية والتاريخية والسلوكية العجيبة والفريدة. وكم من مرة ومرة قلت له: يا فضيلة الشيخ، حبذا لو يكون بجانبك بعض طلابك وتلاميذك لتكتب، لا أقول مذكرات ولكن ذكريات، ذكرياتك عن العلماء. الشيخ عبد الوهاب البنا رحمه الله، محمد عبد الوهاب البنا، ممن رافقوا الشيخ الألباني في رحلته إلى المغرب عندما ناقش محمد الزمزمي في بعض مسائل العقيدة، وكان أحد المشاركين. وهكذا الرحلة لها فوائد عظيمة وعظيمة جدا، هي منهج علمي مستقل. وألف بعض المعاصرين كتابا رائعا جدا وعجيبا جدا، قال: ذكر من رحل لملاقاة عالم فلما وصل فإذا هو ميت. تخيل أسابيع طويلة وهو يسافر وينتقل بين الفيافي والأقطار، فإذا وصل قيل له: هذا العالم الفلاني قد مات.
وحدثني أحد شيوخ مدينة حلب وهو الشيخ زهير الناصر، وله تحقيقات جيدة، وهو المشرف على تحقيق إتحاف المعرة للحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: أدركت نفسي وأنا صغيرا في جنازة، يقولون هذه جنازة الشيخ راغب الطباخ محدث حلب ومؤرخها، وهو الذي أعطى شيخنا الألباني لما كان فتى إجازة حديثية لما رأى نبوغه في علم الحديث. واشتريته من هنا، من الكتب ذات الخمس جنيهات وثلاث جنيهات رسالة للغماري، فإذا هي بخطه عليها على الورقة الأولى خطه مقرونا بالإجازة ومرسلا إلى الشيخ راغب الطباخ. لولا الرحلة لما عرفنا ذلك ولما رأيناه. اليوم وفقنا الله تعالى منذ الصباح أن نذهب بترتيب من أخ فاضل وهو الدكتور سيد توفيق حفظه الله، وهو أحد زملاء الدراسة الطبية للشيخ الدكتور الأخ الفاضل الشيخ محمد سعيد رسلان، رتب لنا لقاء بزيارة الشيخ رسلان ونحن في الأردن ونحن نتواصل معا، وأنا قادم يوم كذا وليس عندي وقت إلا كذا، فحبذا فذهبنا. والطريق الحقيقة صعبة وشديدة، واحتملنا ذلك كله في سبيل الله تعالى. فلما وصلنا، وصلنا حقيقة من باب يعني الاعتراف، وصلنا متأخرين بسبب الزحمة والطريق وما أشبه. فدخلنا، فالشيخ أخونا الدكتور سيد ذهب إلى بيت الشيخ ليأتي به إلى المسجد، لأن بيت الشيخ ضيق، نسأل الله أن يوسع عليه الدنيا والآخرة، والمسجد رحب ولله الحمد ما شاء الله. فإذا بالشيخ نائم ومريض ولم يخرج لصلاة الفجر ولم يخرج لصلاة الظهر بسبب ما اشتد عليه من وجع في الكلى، نسأل الله لنا ولكم وله الشفاء. فقال أحد أبنائه، قال: إن شاء الله الشيخ يخرج العصر. فجلسنا ننتظر إلى العصر، وهذا كان قبل العصر بساعة وثلث تقريبا أو ساعة ونصف إلا قليلا. لما أذن العصر وانتظرنا وقيمت الصلاة، فإذا غير الشيخ يدخل ويتقدم للصلاة، فذهب أخونا الدكتور سيد مرة أخرى، فقالوا اشتد عليه الوجع كثيرا، وجاءته سيارة إسعاف أو كذا، وذهب إلى طب عين شمس لمراجعة طبية طارئة في الكلى، نسأل الله تعالى لنا وله الشفاء والعافية. والله يا إخواني أني انشرح صدري بالرحلة، وإن كان انقبض، لا أقول بعدم لقاء الشيخ، ولكن لكون الشيخ مريضا، نسأل الله لنا ولكم وله الشفاء. وبهذه المناسبة أثناء رحلاتنا إلى الرياض ولقاءاتنا بالشيخ بن باز، كان إذا سألني عن الشيخ الألباني أقول له: والله الشيخ الألباني مريض أحيانا. فكان يدعو دعاء تعلمته منه وصرت أردده وأكرره، وها أنا ذا أقوله في الشيخ رسلان، أقول: جمع الله له بين الأجر والعافية. لأن من الناس من يمرض ليكون ذلك وبالا وبلاء عليه، ومن الناس من يكون المرض له كفارة، حتى الشوكة يشاكها المؤمن له عليها أجر. يا إخواننا، ما أجمل العالم في سعة صدره ليتسع الجميع بالحق، لا ليداهن ولا ليميع ولا ليضيع، لكن بالمقابل لا ليشدد ويفتن ويغلو. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أقول لكم قصة عن شيخي رحمه الله، وقد حدثنيه بنفسه، حدثني القصة بنفسه. قال: دعاني أحد المسلمين الأمريكان وزوجته ألبانية، شيخ الألباني يقول، قال دعاني إلى سهرة في بيته، قال فدخلت فإذا بي أفاجأ في أول المجلس على يميني حسن الثقف المبتدع الظلوم الجهول. قال: فمددت يدي وصافحته وقلت له: نبتدئ بك على اليمين من السنة ولو أنك لست من أهل السنة. عزة أهل السنة
وتطبيق السنة وسعة الصدر لمن خالف السنة. ماذا يضعفك يا طالب العلم أن تواجه أشد الناس ضراوة وأشد الناس ضلالة؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. من منا يوجد ولكننا قلة، من منا لم يفتح عينيه إلا على السنة، لم يكن تكفيريا أو جهاديا من الغلاة أو إخوانيا أو صوفيا أو غير هذا وذاك، ولا نريد أن نقول فاسقا أو كافرا. أقول المعافى يحمد الله، لكن كذلك من ابتلي بمثل هذه الابتلاءات فإنه كما قال عمر رضي الله عنه: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. هذا الذي كان صوفيا وصار سلفيا تراه من أعرف الناس بخباياهم ودسائسهم، هذا الذي كان إخوانيا وعفاه الله من هذه الحزبية الممكنة فإنه لا يعرف دسائسهم وخباياهم أكثر منه، لأنه كان مبتلا بها وقائما فيها بل جزءا منها. وهكذا فقس طالب العلم الداعي للحق الملتزم بالحق الثابت على الحق، لا يضره أن يجالس أيا كان، فهو مؤثر لا متأثر إلا إذا عرف من نفسه الضعف والوهن، أو أن يحسب حسابا لأحد من الخلق دون أن يكون حسابه الأعلى هو الأصل، هو الأصل والأولى. أنا لا أجلس مع فلان حتى لا يقال كذا، فليقال. أنت داعي إلى الحق، لو جاءك يهودي ألم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام يذهب إلى اليهود وهم من هم ليقيم عليهم الحجة؟ ألم يكن عبد الله بن أبي بن سلول ورأس المنافقين في الإطار النبوي مع الصحابة رضي الله عنهم وهو من هو؟ إذا جعلنا الحق قبلتنا والدليل حجتنا والعلم غايتنا، لا يضيرنا أن نجلس مع من نريد أو مع من يريد. لكن إذا كنا ضعفاء في أنفسنا فقد نتهرب لسبب ما أو علة ما أو طريقة ما، وإلا فإن سير العلماء في الرحلة في الحديث وطلب الرواية والرغبة بالتعرف إلى الآخرين قصصهم في ذلك كثيرة وكثيرة جدا. وآخر زيارة لي إلى مصر قبل السنة الماضية بسنة، يعني الآن سنتين ونصف، التقيت فيها والحمد لله مع جمهرة من طلاب العلم والمشايخ وعلى رأسهم الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا، نسأل الله أن يحفظه وأن يطول عمره. وقد ترافقنا في السفر إلى أمريكا، وكان إذا سئل ما اسمك يا شيخ يقول حسن البنا السلفي، حتى يفرق بينه وبين حسن البنا الحصافي الصوفي. يا إخواننا، صاحب الحق قوي، لقي من لقي ورأى من رأى وجالس من جالس. أليست الحجة هي المبتغى؟ أليس الحق هو القبلة؟ إذن لا يهمك. أما التخوف بوضع قواعد ما أنزل الله بها من سلطان وتنزيل أحكام مجتزأة مبتورة تفهم عن السلف في قضايا جزئية لتكون قضايا كلية، فهذا كله والله بعيد البعد كله عن علم علمائنا وعن فهم سلفنا. والناظر في مراسلات الشيخ ابن باز، طبع كتاب في مجلد بعنوان مراسلات الشيخ ابن باز والعلماء، الناظر في مراسلات الشيخ ابن باز والعلماء وأصناف العلماء سواء في درجات علمهم أو في تنوع مذاهبهم سنيين أو مبتدعين يرى العجب العجاب. لكن الشيخ ابن باز كان الشيخ ابن باز، لم يكن ليخاف ولم يكن ليأبه، كان هو المعلم وهو المؤثر، لم يحسب حسابا للخلق وإنما كان حسابه مع ربه علويا ربانيا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد.